أنا مقيم في مكة، ما هي أفضل الأعمال التي أقوم بها وأنا في مكة؟ المسجد الحرام تجلس فيه وتقرأ القرآن وتصلي وتطوف بالبيت إذا تيسر، هذا الذي تعمله مدة إقامتك في مكة. وله لازم أنك تجي للمسجد الحرام كل وقت وتضايق نفسك وتضايق الناس؟ الحرم كله ما داخل الأميال، مساجد مكة كلها سواء. شوف مسجد من المساجد التي فيها فرصة واجلس فيها، ولك مضاعفة الأجر في المسجد الحرام. الحمد لله، وسعها الله.